أفطرت في رمضان ولكن لا أعلم عدد الأيام التي أفطرتها، ويغلب على ظني أنها 15 يوما، مع العلم كنت معرضا عن الله والآن عدت إلى الله، فماذا علي؟ عليك بقضاء الصيام، الأيام التي أفطرتها تقضيها مع التوبة إلى الله، وتطعم عن كل يوم مسكينا مقدار 1.5 كيلو عن كل يوم تدفعه للفقراء كفارة عن التأخير مع التوبة إلى الله عز وجل.